يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم. نبدا مع حضراتكم حلقه جديده والسادسه، والحقيقه يمكن من كينيا لجزر القمر فروق كتيره جدا نتمنى نشوفها في الملعب. طبعا ماتش كينيا ورغم التاهل ورغم انه الناس اطمنت على المنتخب وعلى تاهله لكاس امم افريقيا، لكن الحقيقه مستنيه كتير جدا، مستنيه كتير من منتخب مصر في مباراه بكره اللي بتهيألي ممكن تكون بداية لمرحلة جديدة. مباراة ظروفها كويسة جدا، بتتلعب على أرضنا، بتتلعب وإحنا فول سكواد، بتتلعب وإحنا متأهلين، مفيش أي ضغوط من أي نوع. أعتقد أنه بكرة فرصة كبيرة جدا أمام نجوم منتخب مصر وكابتن حسام البدري لمصالحة الجماهير، وهقول ده لأنه الجماهير زعلانة إلى حد ما من أداء المنتخب في الفترة الأخيرة. مباراة بكرة بالمناسبة كلها مكاسب وتوقيتها في غاية الأهمية قبل ما نروح بقى لمشوار الاستعداد لسواء تصفيات كأس العالم، ودي طبعا بالنسبة لنا مهمة جدا، وأيضا كمان بطولة الأمم الأفريقية نفسها اللي نفسنا الحقيقة نشوف نجومنا ونشوف منتخبنا بيفوز بيها ويكرر إنجاز حققته أجيال تانية كتير جدا، ونحافظ على الرقم القياسي اللي محتفظة بيه مصر لغاية النهاردة. كلام كتير عن ماتش بكره وكلام كتير طبعا عن النادي الاهلي اللي فرقته رجعت للتدريب مره ثانيه النهارده استعدادا، خلاص بنقرب من مباراه مهمه جدا ماتش المريخ في السودان، وهنتكلم حضراتكم طبعا على استعدادات الفرقه وعلى جاهزيه اللعيبه وعلى تحضير الجهاز الفني لمباراه المريخ. مساء الخير على حضراتكم مرة تانية، ومساء الخير يا سارة. مساء الخير عليك يا أحمد، ومساء الخير على حضراتكم. وخلاص يعني بتفصلنا يوم واحد يعني وأقل كمان على مباراة منتخب جزر القمر، المفروض تكون بكرة إن شاء الله. المنتخب وصل للقاهرة، وزي ما قلت لحضراتكم امبارح إنه تدريب المنتخب المصري اتنقل لاستاد بترو سبورت علشان منتخب جزر القمر في نفس توقيت التدريب، فهيكون هو على استاد القاهرة. وبالرغم من إن المنتخبين خلاص اتأهلوا لكأس الأمم الإفريقية، إلا إنه طبعا لازم يكون في يعني أنا شايف لازم ننزل ناكل النجيله في المباراه دي علشان نبقى بس بنطمن الجماهير وبناكد ان احنا جايين وبنفوق وماتش بيحسم الصداره، فاكيد مهمه جدا بالنسبه للمنتخب المصري. المدير الفني لمنتخب جزر القمر كان بيتكلم ان هو قد ايه بيحترم المنتخب المصري وتاريخه، ولكن ان هو شاف مباراه منتخب كينيا وشاف الاداء الكبير اللي اداه منتخب كينيا قدام منتخب مصر، وده اداله نوع من الحماس او حافز ان هو يقدر هو كمان يؤدي اداء كبير قدام منتخب مصري وان هو كمان يفوز، وليه لا، ده كان كلامه. وكتير قوي من لعيبه جزر القمر كان كل كلامهم انه لازم تكون المباراه دي بالنسبه لهم حاجه كبيره قوي، لان هم مش مصدقين ان هم هيلعبوا فريق فيه محمد صلاح، او مبسوطين ان هم هيلعبوا فريق فيه محمد صلاح، وان هم مبسوطين جدا بمشواره الاحترافي ودايما متابعينه في ليفربول، وان ده بيديهم حافز كبير ان هم طبعا ان هم يفوزوا على منتخب. يقولوا يا احمد بيقولوا احنا عايزين نقول احنا فوزنا على المنتخب اللي فيه محمد صلاح، طبعا ان شاء الله ده ما يحصلش، ولكن فكره انه برده محمد صلاح موجود وهم عايزين يأدوا أداء كبير قدامه حافز بالنسبة لهم. خدي بالك إن جزر القمر هي تمشي القمر وتمشي القمر تمشي عشان الناس ما تحتارش كويس. يعني هي تمشي الاثنين، هي باللغة العربية جزر القمر، الاسم بالفرنساوي لما بيترجم هي ليزيل كومور، فبيقولوها احنا أو المصريين كتير بيقولوا جزر القمر على سبيل المثال. دي معلومة مهمة. الاثنين صح، بس خليني أقول لك إن جزر القمر صحيح فريق كويس جدا، بس وجوده ومشاركته قدام منتخب مصر فرصة كبيرة جدا للاعيبته عشان تظهر نفسها. ماتش منتخب مصر في اقوى حالاته في اضعف حالاته يظل منتخب مصر ليه اسمه وليه مكانته الكبيره جدا، وبتبقى فرصه للمنتخبات الافريقيه ولاعيبه افريقيا ان هم يظهروا بشكل كويس جدا قدام المنتخب المصري. نقول لحضراتكم سؤال حلقه النهارده، السؤال متعلق طبعا بالمباراه، ايه هي توقعاتكم لنتيجه مباراه مصر مع جزر القمر؟ اتمنى ان شاء الله باذن الله طبعا يكون المكسب لصالح مصر، وتجاوبونا على صفحاتنا على مواقع التواصل المختلفه. طيب نبدأ بالعناوين. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا للمريخ. موسيماني وجهازه المعاون يطمئنون على أيمن أشرف. الأهلي يطير للسودان عصر يوم الأربعاء استعدادا للمريخ. البدري يدفع بالنني والسلية في تشكيل المنتخب الأساسي أمام جزر القمر. يوفنتوس يستقر على ضم بديل رونالدو من برشلونة الصيف المقبل. و100 مليون يورو هي ميزانية الميلان في انتقالات الصيف. خلينا نروح مع حضراتكم لتقرير حاجة الحقيقة أنا سعيد جدا أنا بشوفها بتحصل على أرض مصر، والحقيقة يمكن أنه من سنين طويلة جدا كنت بتابع مسابقة على مستوى عالمي بتشارك فيها كل جامعات العالم أو أغلب جامعات العالم أو المشهور والمعروف منها،
عباره المسابقه دي عباره عن مجموعه مشروعات وافكار بتتقدم بيها كل جامعه على مستوى الدوله، بيفوز مشروع واحد بيخش في مسابقه ثانيه على مستوى القاره بيفوز برضه مشروع واحد، وبيتجه الخمس مشروعات او الخمس افكار دول لمنافسه نهائيه، خمس مشروعات على مستوى خمس قارات بيتنافسوا فكره واحده بتفوز، فكره او نموذج تحديدا مشابه بيحصل على ارض مصر بتنظمه او تكلم عنه الاكاديميه البحريه للعلوم والتكنولوجيا، مؤتمر استضافته في شرم الشيخ واستضافت فيه شباب الجامعات المصريه. هنشوف تقرير ونرجع لحضراتكم على طول في السادسه. تحياتي ليك يا ساره وتحياتي ليك يا احمد وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان من ارض السلام شرم الشيخ، يعني ومؤتمر قوي جدا برعايه الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا، يعني بصراحه مؤتمر مفيد للشباب، مفيد لكل شاب بيفكر في مشروع او ابتكار جديد. بصراحه الدوله والوزاره والاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا واقفه في ظهر الشباب. يعني هيكون معايا عشان نتكلم باستفاضه اكتر عن المؤتمر دكتور وائل الدسوقي مدير رياده الاعمال بالاكاديميه العربيه. دكتور في البدايه بنرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. يمكن مؤتمر ولا اروع، شايفين ان حضراتكم والوزاره واقفين في ظهر الشباب، عايز اعرف من حضرتك اكتر عن المؤتمر. انا متشكر للقناه الحقيقه، وفعلا مؤتمر احنا من في شرم الشيخ، والمؤتمر النهارده معمول لاول مره يتعمل يمكن بره القاهره. كنا عاملين على هامش المؤتمر مسابقه على مستوى الجمهوريه في رياده الاعمال اللي هي مسابقه رالي مصر لرياده الاعمال، حوالي 70 شركة ناشئة كلهم شباب منهم طلبة جامعات عاملين شركات، يعني دي من الحاجات اللي مش سهلة. وسبب وجودنا في شرم الشيخ ان احنا بندعم الشركات الناشئة في مجال السياحة، فعندنا مجموعة كبيرة من اصحاب رواد الاعمال، مش هقول اصحاب الشركات او رواد اعمال، شباب عاملين افكار مشروعات جديدة فيها تكنولوجيز جديدة فيها ابتكارات مختلفة عشان تغير قطاع السياحة يبقى فيه تكنولوجيز مختلفة. فده سبب وجودنا في شرم الشيخ. والحقيقة عندنا كمان في مسابقة الرالي بندعم الناس اللي بيعملوا رواد الأعمال في مجال الصناعة، مجال التكنولوجي ما بعد الكوفيد 19، لأن طبعا بعد الكورونا بقى في استخدام التكنولوجي بيدخل في كل حاجة، فإحنا بندور على المشروعات في مجال التكنولوجي كمان، ده بالنسبة للشركات الناشئة، وده سبب المؤتمر الرئيسي. طب عايزين حضرتك توجه رسالة للشباب وكل من هو يعني بيبدأ في مشروع أو حتى لو فكرة، أي حاجة في الحياة بتبدأ بفكرة، فعايزين حضرتك رسالة للشباب. طبعا هو بصراحة يعني يمكن المسج الوحيدة ان احنا عندنا ناس كتير امنوا في نفسهم وحسوا ان هم عندهم قدرة يعملوا مشاريع، ومع الوقت وشوية دعم لقوا ان هم فعلا عملوا بيزنس وبقوا بدل ما بيدور على وظيفة بقى هو يدور على ناس يشتغلوا معاه في الشغل بتاعه. فدي ثقافة، دي مايند سيت، ده اسلوب تفكير، ده ما كانش موجود عند ناس كتير قوي من زمان، بس بعد الدعم اللي حصل في رياده الاعمال وبعد الجهات اللي بتدعم كل الجهات الحكوميه، الوزارات كلها بتدعم رواد الاعمال، المنظمات الدوليه، السفارات، الجامعات، العالم كله مهتم برياده الاعمال، لان هو ده بقى احنا عمالين نقول في عندنا 5 مليون موظف وعايزين نقلل التكاليف، وعندنا ناس بتخرج من الجامعه مش لاقيين شغل. طب ما هو احنا عندنا ناس بتخرجوا من الجامعه بيكونوا عندهم شركاتهم وبيشغلوا معاهم ناس ثانيه، فهو ده الحل البديل، وهي مش محتاجه قدرات عقليه او خبرات ما حصلتش. هو احنا عندنا بنشوف ناس كتير قوي بيعملوا شركات ناشئه، مجرد بس ان بيكون عنده النيه وبيبدا يتحرك فيها وبيلاقي ناس كتير بتدعمه. فيمكن الرساله اللي بقولها ان الناس يكون عندها ايمان في قدراتها وامل، وزي ما في النهارده عندنا 70 شركه ناشئه اصحابهم كلهم طلبه جامعات وخارجين جامعات، لان لما لقوا دعم بداوا ينفذوا يعملوا شركات، فيدوروا على الفرص. في مئات الفرص اللي موجوده بدعم رواد الاعمال، مسابقه الرالي فيها جوائز مليون جنيه، بس زيها في حاجات كتير قوي، في حضانات اعمال في مصر كتيره بدعم رواد الاعمال، فلو هو دور عليهم هيلاقي دعم كبير. دكتور وائل بنشكرك شكرا جزيلا، ويعني بنتمنى لحضرتك التوفيق الدائم ان شاء الله. شكرا جزيلا. ده كان لقائي مع دكتور وائل الدسوقي مدير رياده الاعمال بالاكاديميه العربيه. يعني زي ما الدكتور قال مؤتمر قوي جدا لكل الشباب، يمكن كمان بكره ان شاء الله هيعلن عن الفائز بافضل مشروع. مستمرين معاكم في التقصير. يا مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. قبل بس ما ندخل في تفاصيل الاخبار خليني بس اتكلم على مش هوضح، لانه انا كلامي اللي قلته امبارح كان في منتهى الوضوح، وقلنا انه اي حد بيلعب في منتخب مصر ده شرف كبير جدا ليه، والطبيعي اللي احنا تعودنا عليه طول عمرنا ان كل النجوم مهما بلغ نجاحهم ومهما بلغت نجوميتهم بيبقى عنده حرص كبير جدا على انه ينال شرف تمثيل بلده. ده الوضع الطبيعي اللي احنا نعرفه، وده الوضع المفروض ان هو يستمر على طول. احنا هنا
ما عندناش تصفيه حسابات مع حد، والنجوم اللي في المنتخب زي ما اتعودت انه الناس تفرح بيهم وتشيد بيهم، وانه الجمهور الكره اساسا هو السبب في نجاحهم وهو السبب في شهرتهم وهو السبب في كل حاجه وصلوا لها، لازم يتقبلوا انه لما يبقى في اداء سيء يبقى في انتقاد، ده طبيعي جدا وده من حق الجمهور. ما تطلبش من الجمهور انه يستحمل حاجات من وجهه نظره مش منطقيه، ما تطلبش من الجمهور يشوف نسخه رديئه، او انا مش بكلم على الاسماء، انا بتكلم على المستوى من منتخب بلده، ما يبقاش زعلان وما يبقاش غيران على اسم منتخب مصر. وكل التقدير والاحترام لكل النجوم اللي بيشاركوا في المنتخب، واحنا قلنا هنا في السادسه يمكن حتى من قبل الماتش قلنا علامه الاستفهام الكبيره جدا بالنسبه لنا هي انه ازاي المنتخب يملك الجيل ده، بيتهيألي ما بقاش جيل صغير خلاص، احنا بنتكلم على صلاح وتريزيجيه والنني، دول بقى نجوم كبار سواء من ناحيه الخبره او من ناحيه المشوار او من ناحيه السن كمان، بالتالي مش هينفع نتعامل معاهم على ان هم لسه نجوم صغيره لسه طالعه، واعتقد عندهم الخبرات والنجاحات اللي من خلالها ممكن يضيفوا هم وغيرهم. حتى مصطفى محمد مثلا لعيب منتخب اولمبي لكن عامل شغل كويس جدا ومتالق كان مع الزمالك ومتالق كمان مع الجلاتا سراي، فلما نشوف المستوى ده في الملعب من حق الناس تزعل ومن حق الناس تنتقد ومن حق الناس انكم تتقبلوا الانتقادات الموجهه ليكم من غير ما يبقى في زعل ومن غير ما يبقى في حساسيه ومن غير ما نحمل الامور اكتر من من مما تحتمل. يعني كان مهم بس الكلمتين دول لانه في ناس بتقول، يعني انا حتى لما كلمت على ده قبل ماتش كينيا اغلب الناس في وسائل الاعلام طلعت وعلقت وقالت انه ما يصحش وازاي ننتقد قبل ماتش المنتخب وده مش في مصلحه المنتخب. طب ما احنا خلصنا ماتش كينيا وعندنا ماتش جزر القمر ووسائل الاعلام كلها طلعت انتقدت المنتخب، ما احنا عندنا ماتش مهم برده مع جزر القمر على استضافه المجموعه ولا ايه؟ ففي النهايه الناس لما بتنتقد في النهايه يعني الانتقاد الصحي او الايجابي الناس بيبقى هدفها انه احنا نروح لحته احسن، لا الناس بيبقى هدفها ان احنا نعالج الاخطاء، الناس بيبقى هدفها ان احنا نطور من مستوانا عشان ده منتخب مصر في النهايه، منتخب مصر ملك كل جماهير الكوره في مصر، مش بس جماهير نادي معين، حتى الناس اللي مالهاش في الكوره في مصر لما بيبقى في ماتش المنتخب بتقعد وبتشجع كانها بتشجع كوره وكانها بتلعب كوره طول عمرها. بس يعني كان لابد من التوضيح. بمناسبه الانتقاد هاخد يعني من كلامك يا احمد وحابه اوضح حاجه، بس حاسه ان هي امانه اعلاميه او حاسه بمسؤوليه شخصيه في الموضوع ده، انني لاعب منتخب مصر ولاعب ارسنال من اكتر اللعيبه اللي تعرضت لانتقادات في يعني في مشوارها الاحترافي بقى او غير الاحترافي. يعني الولد اتعرض لحملات كتير جدا والحقيقه كانت فترات قاسيه عليه جدا، ايا كان بقى وقتها كان اداؤه فعلا كويس مش كويس، ولكن قدر ان هو يتعامل مع الموضوع، وان هو دلوقتي انا بشوف انه من ساعه ما احترفه ما اعتقدش ان حد يعني ممكن يختلف معايا في الكلام ده، انني بيقدم افضل واحسن موسم ليه على الاطلاق مع ارسنال. شايفين الحقيقه الولد متالق بشكل كبير قوي، فواجب علينا ان احنا ما نرجعوش لفتره الانتقادات دي، ما نرجعوش لفتره وحشه من حياته. احنا المفروض دلوقتي ان احنا نبقى اكبر داعم ليه سواء على مستوى المنتخب او في احترافه مع ارسنال او حتى لو ناوي يكمل في اي نادي تاني غير ارسنال. لازم ابقى انا يعني بتكلم في حقيقه انه فكره ان دلوقتي يحصل تشويه لصوره انني مش مقبول تماما. الكلام ده انا يمكن قلته امبارح انه ما فيش حاجه اسمها ان الولد رفض ان هو يسخن بين الشوطين وان هو رفض ان هو ينزل الشوط الثاني او كان غضبان او الكلام ده ما حصلش تماما، وهو نفى الكلام ده ووكيل اعماله نفى الكلام ده. فحاسه انه ده واجب ان احنا نقوله وننقله لحضراتكم ان الولد عمره ما اتمرد ولا ان هو مثلا كان حاسس ان هو اكبر من تيشرت منتخب مصر. وحتى يعني ما حدش اشتكى من الكلام ده، كابتن حسام البدري بنفسه قال انه الموضوع كله كان رؤيه فنيه، وده اللي خلى ناس كتير تتساءل هو ليه انني برغم ان هو موجود وعنده خبرات كبيره وكابتن الفريق في وقت كتير قوي في ارسنال ليه ما نزلش يبدا اساسي؟ طب بلاش، ليه ما كانش التغييره الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه؟ طب ليه انزل باك رايت تاني عمر جابر يلعب نص ملعب مع ان ده مش مكانه الرئيسي؟ ليه ما نزلتش النني؟ كل دي كانت اسئله مطروحه من الجماهير وانا بنقلها زي ما هي، ولكن في الاول في الاخر دي كانت رؤيه كابتن حسام البدري اللي طبعا مسؤول عن المباراه وعن المنتخب، المسؤول الاول والاخير عن الاداء وعن النتيجه ومحدش يناقشه في ده. بس كان واجب التوضيح انه الولد لا اتمرد ولا عمل اي حاجه وحشه ولا زعل، زعل يعني زعل لاعب طبيعي
طبيعي ان هو كان نفسه يلعب مع منتخب بلده وحاسس ان هو يقدر يقدم حاجه، ولكن عمرنا لا سمعنا عنه ان هو عمل مشكله لا في ارسنال ولا في المنتخب، ودايما تحت امر المنتخب، ولا عمره كان بيتمرد او شايف نفسه وبيعمل مشاكل. فيعني الولد يستاهل كل الدعم والاحترام لانه حد خلوق ومجتهد جدا في الملعب، واحنا واجبنا ان احنا نقف في ظهره. نطلع من قصه النني، اسالك سؤال. اتفضل. هل في لاعب ايا كان اسمه وايا كان النادي اللي بيلعب فيه ممكن يبقى ضامن مكانه كاساسي في المنتخب لمجرد انه عامل سيزن كويس، او لمجرد انه بيلعب في نادي كبير، او لمجرد ان اسمه مهم في على خريطه الكره؟ يعني هل في حد بيقول لو هضموني للمنتخب انا لازم العب اساسي؟ هل ده طبيعي؟ ما فيش حاجه اسمها كده طبعا، بس انت بتتكلم ان انت جاي دلوقتي في وقت تصفيات، في مباراتين، مباراه كينيا ومباراه جزر القمر، واللاعب ده عنده مسؤوليه كبيره مع ارسنال ومش عارفه ايه، فانا جبته وانا بتكلم على نتيجه المباراه. احمد تعالى نركز كده في اداء، بلاش نتيجه المباراه، انا مش بتكلم عن النني بس، ما تاخدينيش لا لا انا لا انا بتكلم على النني وبتكلم على صلاح وبتكلم على على الحاله دي بعينها، على الحاله دي بعينها. نص الملعب عندك كان واقع تماما في الماتش ده، ونزلت واحد واثنين وثلاثه ومفيش، نزلت يعني نزلت عمر جابري باك رايت يلعب نص ملعب، طب انت ليه ما استعنتش بالنني هنا؟ فده غريب، لان انت كمشجع لمنتخب مصر وكمصري لما بتتفرج بتبقى عايز مصلحه المنتخب. طب ما انا عندي راجل ما شاء الله خبراته يعني كبيره جدا، ليه ما نزلوش؟ عندي سيناريو من ثلاثه، يعني عندي سيناريو يعني من ثلاثة. انا اجيب يعني انا اجيب النني يا احمد يبقى بديل رقم خمسه؟ هل ده طبيعي؟ هل ده يعقل في كره القدم؟ بديل رقم خمسه، انت هو نزلت واحد واثنين وثلاثه واربعه، ده معناه ان هو الخامس اللي عندك. اساليني كمدير فني، لو صدر من النني اي شيء فيه خروج على النص ما حصلش، ممكن لا ما فيش حد يقدر يجزم بده بنسبه 100%. يعني لغايه اللحظه دي في كلام كتير جدا بيتقال، انا بقول بس انه ده احتمال يكون وارد. انا بقول لك في ثلاث سيناريوهات، او انه النني ما كانش جاهز، وارد جدا. بص وفي هو النهاية كابتن حسام برضو قال لك انه اتمرن تمرينه واحده، مع ان هو نفس الطياره اللي جابته جابت تريزيجيه برضو. انا لا بدافع عن كابتن حسام ولا بدافع عن النني، انا بس بتكلم في الصح والطبيعي والمفروض يحصل. صاحب وجهه النظر الاولى والاخيره في اختيار تشكيله، وده احنا قلناه لان هو اللي مسؤول عن هو المسؤول عن النتيجه والاداء. احنا بنتكلم في حته بس ان ما نشوهش الولد، وان هو عمل هو ما عملش حاجه، هو فعلا ما رفضش ان هو يسخن، بالعكس. يعني في جميع الاحوال، بس علشان بس اطلع من الحته دي، منتخب مصر شرف لاي لاعب، عشان انا عايز ادخل في الاخبار عشان وقتنا. منتخب مصر يا ساره شرف لاي لاعب ان هو ينضم ليه، واللي عايز يدي للمنتخب اهلا وسهلا، اللي شايف انه اسمه او مكانته اكبر من المنتخب شكرا جزيلا، احنا مش محتاجين مجهوداته. واقسم بالله انا مش بتكلم على محمد نني، انا بتكلم على اي اسم في منتخب مصر، وبيتهيالي ان كل جمهور الكره هيتفق معايا على الكلام ده. اللي شايف انه اسمه او مكانته اكبر من منتخب مصر احنا مش محتاجينه واحنا مش عايزينه. ممكن اقول لك حاجه قبل ما ادخل في الاخبار؟ مفيش يعني لحد دلوقتي، عشان بس ما نبقاش احنا بنتقل عليهم، مفيش حد بين او طلع ان هو اكبر من منتخب مصر. ودايما لما بنتكلم على المحترفين، حتى يمكن كابتن خالد امبارح قال لك انه المحترف دايما بيبقى له معامله مختلفه يا احمد، يعني نفسيا. امال ليه دايما بنتكلم ان المدرب لازم يبقى عنده نفسيا رؤيه ويتعامل ازاي مع ده ومع ده ومع ده؟ المحترف هو فكره اللعيبه اللي مع الاهلي والزمالك اللي موجوده على الدكه او اللي بره القايمه، ما كانتش متضايقه انها ما لعبتش المباراه؟ اكيد كل لعيبه الكوره نفسها وكل لعيبه الكوره نفسها تبقى في تشكيله اساسي، ده شيء طبيعي جدا. بس بلاش، انا قصدي بلاش نتحامل على حد، هو ما حدش قال فعلا ان هم يعني. انا مش بتكلم برضو عشان الكلام، انا مش بتكلم على محمد نني، انا بتكلم على اي اسم بيضمه منتخب مصر، كان محترف بره او كان محترف جوه، ما تفرقش معايا الاسماء، ما يفرقش معايا مين. طيب نروح لاخبارنا، وهبتدي بالنادي الاهلي. طبعا حضراتكم عارفين ماتش المريخ ان شاء الله باذن الله هو المواجهه المنتظره للنادي الاهلي، مباراه هتتلعب في السودان. ومن النهارده طبعا الفرقه كانت واخده يمكن راحه 24 ساعه. النهارده رجعت الفرقه التمرين مره ثانيه، ويمكن مستر بيتسو موسيماني كان ليه جلسه مطوله مع كابتن سيد عبد الحفيظ عشان يرتبوا للمرحله الجايه. طبعا احنا عندنا لخبطه شويه في الحسابات، طبعا اصابه حمدي فتحي تربك حسابات الجهاز الفني، في عدد من المصابين يمكن مش هيلحقوا المباراه ولا دي ولا اللي بعدها كمان، حتى ماتش سيمبا في المرحله الاخيره عندنا علي معلول بعيد،
عندنا ايمن طبعا لسه في كلام، يعني حتى كان في جلسه النهارده مع ايمن عشان يقيموا حالته، يتكلموا معاه ويشوفوا هل ممكن، هيحاولوا طبعا يجهزوه الفتره الجايه لانه ايمن وجوده مهم جدا في مباراه المغرب. هو بسرعه كده خليني اقول لك، يعني علي معلول يعني تقريبا هيرجع بعد 3 اسابيع، كريم نادفيد هيكون جاهز بعد عوده الفريق من السودان ان شاء الله، ايمن اشرف زي ما احمد قال يعني في كلام ان هو خلاص يبقى جاهز للمباريات، متولي ومحمد محمود جاهزين ان هم يشاركوا في التدريبات بعد 3 اسابيع تقريبا. وكمان حمدي فتحي يعني للاسف هي الاصابه زي ما قلنا لحضراتكم حوالي يعني شهرين، نتمنى طبعا السلامه لكل المصابين ان هم يرجعوا لانه الفتره اللي جايه محتاجينهم جدا. سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، قال ان الجهاز الفني بقياده مستر بيتسو موسيماني حدد 4 عصر يوم الاربعاء اللي جاي موعد للسفر للخرطوم علشان يواجهوا المريخ السوداني، ويطير الاهلي بقى للسودان استعدادا لمواجهه طبعا المريخ اللي هي مقرر ليها يوم السبت ان شاء الله في الجوله 5 من منافسات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا ان شاء الله. كابتن حسام البدري، نرجع المنتخب مره ثانيه، الحقيقه يمكن وكان في كلام كتير على خط النص وانه كان يمكن غير موفق في مباراه كينيا، كابتن حسام البدري استقر بنسبه كبيره انه يدفع بثنائي محمد النني وعمرو السولية في التشكيل الاساسي اللي هيبدا مباراه مصر بكره ان شاء الله امام جزر القمر، وهيبقى في بعض انا اتوقع يعني انه شكل المنتخب اللي ظهر او تشكيله المنتخب اللي ابتدت ماتش كينيا هيبقى فيها تغييرات كتيره جدا بهدف انه كابتن حسام يعالج بعض الاخطاء في مباراه جزر القمر. انا بشوف انه قائمه المنتخب فيها نجوم كتيره جدا وفيها نجوم عايزه فرصه، يعني في بعض الاسماء اللي لو خدت فرصه هتبقى مش بس بتلعب عشان منتخب مصر، لكن بتلعب كمان عشان تثبت انها كانت جديره او انها ما زالت جديره انها تكون في مركزها رقم واحد. كل التوفيق لمنتخب مصر، طبعا فوز منتخب مصر يدينا صداره المجموعه ونتاهل، اتاهلنا خلاص، لكن فرق كبير انك تتاهل متصدر عنك انت تتاهل طبعا مركز ثاني، وكل التوفيق لمنتخبنا بكره ان شاء الله. طيب نروح للكرة العالمية وصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية اللي قالت إن نادي يوفنتوس الإيطالي استقر على بديل كريستيانو رونالدو علشان يتعاقد معاه خلال فترة الانتقالات الصيفية اللي جاية علشان يدعم طبعا صفوف اليوفي استعدادا للموسم الجديد. قالوا إن الفريق مهتم جدا بإن هو يضم عثمان ديمبلي لاعب برشلونة كبديل محتمل في حال رحيل رونالدو. قالت الصحيفة كمان إنه على الرغم من إن هم عندهم كريستيانو رونالدو، لكن يعني هيكون خلاص 36 سنة العام الجاي او الموسم اللي جاي، وعلشان كده هم محتاجين يبقى فيه تطور اكتر في الفريق. انت ضحكتي قوي، كنت سعيده كده. انت يعني بتحبي اليوفنتوس ولا بتحبي عثمان ديمبلي وانت بتقولي اسمه؟ انت عارف موضوع عثمان ديمبلي بقى. طيب على كل الاحوال نروح للميلان. الحقيقه كمان ميلان واحد من الفرق اللي كان يعني من اسياد قاره اوروبا، يعني سيطره كامله تقريبا على الكره الايطاليه، وسيطره كمان في اوقات كتير جدا، جيل ذهبي بقى ايام نيستا وديدا وتشيفتشينكو وغيرهم من النجوم الكبار، وبيرلو طبعا فضل مسيطر وفضل يمكن بينافس الريال على اكثر انديه اوروبا سيطره على دوري الابطال، لكن ابتعد لاسباب كثيره جدا، بيحاول يرجع ومقدم السنه دي موسم اعتقد انه كويس مقارنه بالمواسم الاخيره. الحقيقه يمكن في بعض التقارير اتكلمت على الميزانيه اللي رصدها نادي الميلان عشان يستعد لتدعيم صفوفه في الفتره المقبله، فتره الانتقالات الصيفيه على وجه التحديد، ولا جازيتا ديل سبورت قالت انه اداره ميلان حددت مبلغ او ميزانيه 100 مليون يورو عشان يدعموا صفوف الفريق استعدادا طبعا للموسم الجديد 2021 2022، وقالت ان مسؤولي الميلان هيحطوا 100 مليون يورو كميزانيه في الفتره المقبله عشان يقدروا لو تأهلوا يعني لدوري أبطال أوروبا، لو فضلوا في وصفة المسابقة يتأهلوا مباشرة لدوري الأبطال، ولو قدروا طبعا ياخدوا الصدارة ويتوجوا باللقب ده هيكون دافع كبير جدا ليهم، هيبيعوا بعض اللعيبة، وقالوا أنه ليهم بعض الأولويات بشكل كبير في سوق الانتقالات اللي جاية، منهم فيكايو توموري ده لاعب بيشغل قلب دفاع نادي تشيلسي، ده واحد من أهم اللعيبة اللي الميلان مهتم جدا ب التعاقد معاه، بالإضافة كمان لرغبتهم في أن هم يمددوا عقود 2 أعتقد فرقوا كتير جدا مع الميلان السنة دي، إبراهيموفيتش طبعا ومانزوكيتش، 2 من اللعيبة اللي كان ليهم أثر كبير جدا في تطوير قدرات ونقل خبرات الفريق لمرحلة مهمة جدا. أنا متفقة، ده أهم حاجة متفقة، أنا بعت لهم فاكس على طول نقول لهم سارة موافقة على 100 مليون امضوا على طول. طيب خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل هنتكلم شويه على الكره الافريقيه، هنتكلم تحديدا على
نسخة دوري الأبطال، وهنتكلم على عندنا سنة صعبة جدا، السنة دي سنة زحمة جدا فيها كتير من البطولات المهمة سواء على مستوى الأندية أو على مستوى المنتخبات أولمبي أو منتخبات كبيرة. هنتكلم بتفاصيل في السادسة مع حضراتكم بعد الفاصل. طيب نتكلم شويه بقى عن الكره الافريقيه اللي بيتهيالي ان في السنوات الاخيره ما حدش يقدر ينكر انه الكره او خريطه الكره في افريقيا اتغيرت بشكل كبير جدا. نجوم كتير طلعت، منتخبات كتير ظهرت على الساحه، انديه كتير جدا بعدت بعد ما كانت موجوده في الصوره بشكل مستمر، وتظل الكره الغنيه واحده من اهم المدارس الكرويه في قاره افريقيا. طبعا البلاك ستارز، وان كان طبعا على مستوى الانديه، طبعا انا افتكر زمان كان في اشانتي كوتوكو، ده كان فريق مرعب، وكان اللعب في غانا مع كوتوكو واحد من الكوابيس اللي ممكن تعدي على اي فريق في قاره افريقيا. هيكون معانا من خلال الفيديو كونفرنس الصحفي باذاعه مترو اف ام الغنيه نوه ادمز، هنرحب بيه طبعا في البدايه. اهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي. اشكركم شكرا جزيلا على استضافتي، وأود أن أقدم خالص تعازي لضحايا حادث القطار الذي وقع منذ أيام، فأنا أتعاطف معهم كثيرا وأقدم خالص تعازي للشعب المصري. شكرا لك. خليني أبدأ معك بمشوار المنتخبات، أو مش مشوار لأنه أنا بشوف أنه كثير من المنتخبات خلاص حسمت تأهلها، زي ما مصر عملت في مباراتها الأخيرة أمام كينيا حسمت تأهلها. رأيك في المنتخبات اللي تأهلت للنسخة اللي جاية من كأس الأمم الأفريقية؟ أعتقد كانت تصفيات ممتعة للغاية. لدينا مجموعة من المباريات، ولكن بشكل عام معظم المباريات ومعظم الفرق كنا نتوقع أن تتأهل منها مصر وتونس والمغرب وغانا ونيجيريا، كلهم كانوا متوقع أن يتأهلوا وقد قدموا مباريات رائعة. الشيء المؤسف كانت أنغولا وتوغو والكونغو، فكانت مبارياتهم أيضا مؤسفة للغاية وكانت مخيبة للأمال، وعليهم أن يتعلموا من الأخطاء التي وقعوا فيها. لكن معظم الفرق الكبيرة التي تأهلت كان من المتوقع أن تتأهل وقدموا مباريات رائعة. مين الفرق او المنتخبات اللي لفتت نظرك يعني بقوه في فتره او في مرحله التصفيات، ومن خلال الاداء بتاعهم هل ترشحهم انها او انهم يكونوا المنتخبات الابرز في نسخه الكاميرون 2021؟ اعتقد هناك كثير. الجزائر على سبيل المثال ستحاول الحفاظ على اللقب، ولديهم أيضا لعيبة مميزين للغاية وهم مؤهلين. هناك أيضا مصر، وهناك أيضا فرق كثيرة. مصر غابت فترة ولكنها عادت مرة أخرى بصلاح وتريزيجي. مصر أيضا قدمت مباريات هائلة في الفترة القادمة السابقة أقصد. هناك أيضا جزر القمر، غانا، السنغال قدموا مباريات هائلة، وأيضا الجابون. كانت مباريات ممتعة للغاية. إذا تابعنا المباريات الأخيرة كان هناك أداء مميز لهذه الفرق. لا يمكن أن نتجاهل أيضا جزر القمر وغانا والمباريات التي قدموها، فقد حققوا إنجازات هائلة في الكرة الأفريقية واستطاعوا أن يطوروا من لعبهم.
أهم ثلاث منتخبات من وجهة نظرك لديهم القدرة من خلال تقييمك لأدائهم في التصفيات على تحقيق اللقب في النسخة اللي جاية؟ أعتقد إذا سألتني يمكن أن أضم بالتأكيد الجزائر وهي تحاول أن تحافظ على اللقب، وأيضا مصر بالتأكيد، وهناك أيضا مصر ستقدم مباراة هائلة أعتقد، ويمكن أيضا أن ننظر إلى فرق أخرى، وهناك فرق لديها تاريخ في البطولة، في هذه البطولة، وهي من أهم البطولات في أفريقيا، لا يمكن أن ننكر مصر. وهناك أيضا ساحل العاج، فهو فريق كبير ويمكن أن يتأهل أيضا من خلال، وإذا نظرنا أيضا إذا طريقة لعبه والخطط التي يتبعها، أعتقد أن هذه الفرق الثلاث الجزائر ومصر وساحل العاج يمكن أن يقدموا مباريات هائلة. وغانا مش من ضمن الفرق المرشحة من وجهة نظرك؟ لا أعرف، ولكن غانا ليست مقنعة بالشكل الكافي، لأن غانا واجهت صعوبات وأوقات صعيبة للغاية وهي تحاول بناء الفريق الجديد، لأنها واجهت مشاكل كثيرة جدا في الفترة السابقة. بالتأكيد هي فريق كبير واستطاع أن يحرز في الماضي، ولكنه عانى في فترات سابقة. ومناسبة الكلام على عن الكرة الغنية، يمكن كنت بكلم في بداية اللقاء على انه كتير من الاوقات كان بيبقى فرق من غانا بتنافس وحاضرة وبتحقق وبتحرز ألقاب في بطولات أفريقية. غابت الفرق الغنية وغاب فريق زي أشانتي كوتوكو، الحقيقة كان واحد من أقوى المنافسين، وبشكل يمكن بشكل خاص وبشكل عام يمكن بقى في السنوات الأخيرة ظهر بوضوح سيطرة فرق شمال أفريقيا على البطولات القارية. من وجهة نظرك إيه هي أهم الأسباب اللي أدت لده؟ أعتقد ربما من الأسباب الأساسية هي التمويل. إذا هناك الأهلي والزمالك على سبيل المثال تخطوا الكثير من الصعوبات واستطاعوا التفوق في مجالات كثيرة، ولكن هناك مشاكل كثيرة تواجهها الفرق في غانا، منها التمويل. لا توجد هناك أو لا يوجد سبل لتمويل الفرق في غانا، لا يستطيعون شراء لاعبين. إذا نظرنا إلى الفرق في غانا وإذا حاولنا أن نقارنهم بفرق مثل بيراميدز على سبيل المثال في مصر، فهم لا يستطيعون منافسة هذه الفرق من حيث التمويل، لديهم مشاكل كثيرة، لا يمكن المقارنة ولا يمكن المنافسة، لأن مشكلتهم الرئيسية هي مشكلة تمويل في المقام الأول، وهو ما يعيقهم في التقدم. التمويل واحد يمكن من المشكلات اللي بتواجه الكره الافريقيه كلها بشكل عام، سواء على مستوى الانديه او حتى على مستوى المنتخبات. البنيه التحتيه ممكن تكون مشكله تانية. من وجهه نظرك بعد تولي الجنوب افريقي موتسيبي مسؤوليه الاتحاد الافريقي لكره القدم، ايه هي الاهم الملفات اللي تتوقع منه انه يديها اولويه في التعامل، وايه هي المطالب اللي بيطالب بيها جماهير الكره او صناع كره القدم بشكل عام في القاره الافريقيه؟ أعتقد باتريس هو شخص هام جدا ولديه شعبية كبيرة جدا في أفريقيا، فهو كان رئيس أحد أهم الفرق في أفريقيا سان داونز، وهو يعتبر تاسع أغنى رجل في أفريقيا، ولكن الكرة مختلفة. هو بالتأكيد رجل أعمال ناجح، ولكن الكاف شيء مختلف، ولكن أعتقد هناك الكثير منتظر منه. فالكاف هام جدا بالنسبة للكرة الأفريقية، وهنا الكثير متوقع منه. فللأسف الكاف هناك الكثير من الفساد الذي يحوم حول الكاف، يجب أن يتميز بالشفافية وبالمسؤولية، ويجب أن يعمل على تطوير الكاف وأن يكون كل شيء واضح أمام الجميع.
لديه الكثير من الأعمال ولديه الكثير من الشركات، ونأمل أن يستطيع أن يمول الكاف وأن يكون لديه دور أكبر في تطوير الكرة الإفريقية بشكل عام، لأنها مهمة ليست بالسهلة، فهي مهمة هامة جدا بعد السنوات التي عانى منها الكاف من قبل من قضايا الفساد. عليه أن يدخل الكثير من الإصلاحات، وربما يدخل شركات أيضا للكاف لتساعد الكاف مرة أخرى للقيام بدوره المنوط به. ليس معنى أنك رجل أعمال ناجح أن تستطيع أن تكون رئيس ناجح، ولكننا نأمل أن يقوم بهذا الدور في الفترة القادمة. أنا أؤمن به بقوة في الحقيقة، وأأمل أن يقوم بهذا الدور في الفترة القادمة وأن يطور بالكاف وبالتالي الفرق الإفريقية. بشكرك شكرا جزيلا. نهى أدمز الصحفي الغني بإذاعة مترو أف أم على التواصل معنا على شاشة الأهلي. والحقيقة يمكن الكلام اللي انت قلته أعتقد بيترجم طموح مشروع لكل جماهير الكرة الأفريقية. صحيح عندنا مشاكل في التمويل، عندنا مشاكل في البنية التحتية، متخلفين إلى حد ما عن العالم المتقدم في كرة القدم، لكن أنا بشوف أنه يمكن عندنا واحد من أهم العناصر، المواهب، العنصر البشري اللي بيتفوق لما بتتاح لي ظروف معينة. وكثير من النجوم الأفارقة تألقوا وأبدعوا، منهم كثير حصلوا على أحسن لاعبي أوروبا أو أحسن لاعبي الدوريات الخمسة الكبرى. عشان كده دايما حلم مشروع لكل جماهير الكرة الأفريقية، ويمكن نتشابه في ده من حيث الظروف، من حيث ضعف الإمكانيات مع أمريكا اللاتينية، لكن هم بيتفوقوا بمراحل في مجال أحراز الألقاب. لكن ده مش معناه أن احنا ما نفقدش أبدا الحلم في يوم من الأيام أن احنا نشوف منتخب أفريقي بيحمل لقب بطل العالم، يحمل كأس العالم. فقراتنا متواصلة مع حضراتكم في السادسة. عبد الله فاروق نجم النادي الأهلي السابق ضيف علينا في السادسة بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. وزي ما بنقول دايما انه خلاص ده وقت لازم كلنا نبقى بندعم فيه منتخبنا الوطني. بكرة مباراة مصر وجزر القمر، وبالرغم من تأهل المنتخبين لكأس الأمم الإفريقية، ولكن عايزين نشوف شكل مختلف للمنتخب الوطني، عايزين نشوف أداء ونتيجة تطمنا على منافسات الفريق إن شاء الله في كأس الأمم الإفريقية. هنتكلم أكتر على الموضوع ده وعلى المنتخب الوطني مع نجم الأهلي السابق اللي منورنا كابتن عبد الله فاروق. مرحبا بيك يا كابتن. مرحب بيك يا استاذه، ربنا يخليك. خلينا بقى نتكلم على المنتخب بشكل كبير، وعندنا مباراه بكره ونتكلم على مباراه كينيا، لكن خليني اسالك في البدايه كابتن عبد الله، يعني بالرغم من التاهل وبالرغم من النتيجه لكاس الامم الافريقيه طبعا، هل انت مع الانتقادات اللي وجهت للمنتخب الوطني؟ هو يعني انا مش مع الانتقادات بشكل كبير، بس هو كابتن حسام بيدور على حاجه والناس بتدور على حاجه ثانيه. كابتن حسام بيدور ان هو يتاهل افريقيا، يلعب افريقيا، يتاهل. الناس بتدور على شكل واداء وشكل المنتخب، فهي الناس بتدور على حاجه وكابتن حسام بيدور على حاجه ثانيه. كابتن حسام اعتقد ان هو خد اللي هو عايزه، يعني اللي هو خلاص تاهل يعني. فغالبا بكره ان شاء الله نشوف حاجه احسن من ماتش كينيا بكتير يعني. هو كان فعلا بيقول ان دي مرحله تحقيق الهدف. بالظبط، هي بتبقى هي واخدها مراحل، يعني ان هو عايز يتاهل افريقيا، هو خلاص اتأهل، فنشوف بكره ان شاء الله ربنا يكرم بأداء كويس، يعني احسن من ماتش كينيا. شفت ازاي طريقه اللعب اللي بدأ بيها كابتن حسام البدري مباراه كينيا والتشكيل؟ يعني كنت بتتفق مع الرؤيه الفنيه كلاعب كوره وانت بتتفرج؟ لا، هو كتشكيل يعني اعتقد انني كان لازم ابقى موجود، لان انا شايف طارق وحمدي اثنين لعبة كويسه جدا ومقدمين، بس بيعملوا نفس الاداء او نفس الواجبات، نفس الوظيفه في الملعب. بالظبط، نفس الوظيفه، بس الاثنين لعبة كويسه والاثنين مؤثرين مع فرقتهم بفرقهم بشكل كويس، بس الاثنين شايف بيقضوا نفس الوظيفه يعني، فكان لازم يبقى واحد منهم موجود. زائد النني عنده الحته الهجوميه كويسه، عنده الحته الدفاعيه كويسه، بيعرف يزيد ورا الفراوده بشكل كويس، عنده الشوتينج كويس جدا، يعني مع فرقه ارسنال جايب جوان لسه من اسبوعين، جايب جون شوتينج، ف يعني كان هيبقى فيه اداء احسن في نص الملعب لو النني كان موجود يعني. طيب شايفة ازاي اصلا موضوع النني كله؟ يعني يمكن كنا بنتكلم فيه قبل ما حضرتك تدخل معانا، كنا بنتكلم انه في يعني كلام كتير لانه النني رفض التسخين بين الشوطين عشان كده ما نزلش المباراه، وبعدين النني نفى الكلام ده، وكيل اعماله نفى الكلام ده، يعني في كلام كتير في الموضوع، ويمكن انا كنت بقول انه ده الوقت اللي ندعم فيه اللاعب اللي تعرض لانتقادات كتير وما شفناش من النني قبل كده او من اي لاعب ان هو بيتمرد على منتخب مصر. يعني ما اعتقدش،
ما اعتقدش ان النني ممكن يعمل كده. النني اذكى من كده بكتير ان هو يرفض ان هو يسخن، ما اعتقدش يعني. اللعيبه انا يعني من وجهه نظري اللعيبه بتادي في الانديه بتاعتها وبتادي بشكل كويس عشان توصل للمنتخب، فما ينفعش ان انا اجي المنتخب وارفض التسخين. لا ما اعتقدش ان النني يعمل كده خالص. واللاعب بيتعامل دايما باحترافيه كابتن عبد الله، هو يعني راجل محترف ولعب بقاله كذا سنه بره، فخلاص بيتعامل باحترافيه بشكل كبير، فما اعتقدش ان هو هيطلب منه التسخين ومش هي مش هي مش هيوافق ان هو يسخن او مش هيوافق ان هو ينزل. لا هو اعتقد عقليته دلوقتي بقت محترفه شويه، ففي اي وقت هيطلب منه ان هو هينزل او يبقى موجود اعتقد ان هو هيبقى هينزل او هيبقى موجود في الملعب يعني. بس اعتقد انه حق بقى مشروع، انا مش بس هنا بتكلم على النادي، على اي لاعب في منتخب مصر ايا كان محترف او مش محترف، ولكن تخيل كمان لو محترف زي النني زي صلاح، بيبقى حق مشروع ان هو يحس بزعل مثلا لو هو ما كانش التغييره الاولى، ما كانش اساسي ولا التغييره الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه. طبعا طبعا حق مشروع لاي حد، مش اي حد محترف، اي حد موجود يعني، اي حد بيسعى ان هو يبقى موجود في الملعب ده حق مشروع ليه جدا ان هو يبقى زعلان، بس مش يعني مش ما اعتقدش ان هو يعمل تصرفات تدينه في الفرقه، لكن طبيعي ان هو يبقى زعلان مش موجود في الفرقه الاساسيه، هيبقى زعلان ان هو مش موجوده في اول تغييره، خصوصا ان هو غير الاثنين بتاع نص الملعب، فاعتقد ان هو هيبقى زعلان، بس ما اعتقدش ان هو مش هيرفض ان هو يسخن او ينزل يعني، ما اعتقدش ان هو يعمل كده النني يعني. شفت ازاي هدف قفشه في المباراه، واللي هو يمكن الحاجه الوحيده الحلوه قوي في المباراه زي ما انت بتقولي، هو احسن حاجه في المباراه يعني، صلاح لهاني بالعرض مصطفى محمد فوق، جمله حلوه اتعملت، الجمله الوحيده اللي اتعملت صح، الجمله الوحيده اللي اتعملت كويس وطلعت بشكل كويس راحت جول. فانت لو كنا في مباراه كينيا عملنا جملتين او ثلاثه بالشكل دوت اعتقد كنت هجيب جون واثنين وثلاثه، لكن اللي هي الجمله الوحيده اللي اتعملت في المباراه كلها يعني. طب كابتن عبد الله شايف ايه يعني، ايه مبررات او ايه اسباب انه بعد اول خمس دقائق اللي هو كان فيه هجمات كتير قوي من جانب المنتخب المصري على مرمى منتخب كينيا، بعد كده يعني الاداء ما كانش افضل حاجه، شايف ايه ممكن تكون اسباب ده؟ والله انا مش عارف ايه اسباب بالظبط يعني، انا يعني هل هي مثلا طريقه اللعب، توظيف اللعيبه بشكل مش افضل حاجه، هل زي ما يعني كتير من الناس تقول انه ما كانش في وقت كافي ان اللعيبه دي تنسجم مع بعض، ولكن برضو في راي تاني انا بطرح لحضرتك كل الاسئله او كل الاجابات، انه ما هو اصلا معظم المنتخبات ما بيبقاش عندها وقت ان هم اللعيبه تعمل معسكرات او مباريات وديه، فده مش سبب او مش مبرر، وطبعا ما ينفعش نقول القماشه لانه دي افضل لعيبه الحقيقه يعني، ما فيش اسم فيهم عليه غبار. بالظبط يعني، لا هو مش معظم المنتخبات، كل منتخبات ما بتعملش معسكر كافي ان هي اللعيبه تنسجم مع بعضها. بالزبط. ده الطبيعي في كل دول العالم، في اوروبا وفي افريقيا وفي كل حته، بس هو يعني ما اعرفش يعني، ممكن نقول بعد ما جابوا الجون حبوا يريحوا شويه او ارتاحوا شويه او رجعوا لورا شويه فده اثر عليهم، او ممكن الجو برضه هناك ما كانش كويس فممكن يكون اثر عليهم، انا ما اعرفش بالظبط ايه اللي حصل، بس هم بعد الهدف حسيت ان هم رجعوا ورا شويه، ما بقاش يادوا بنفس الاداء اللي هو في اول خمس دقائق بعد ما جبنا الجون، لا لقيتهم رجعوا ورا شويه، ما بقاش فيه استحواذ على الكوره بشكل كويس، طول ما انت فاقد الكوره طول ما انت عليك ضغط على طول او عليك هجمات، لكن طول ما انت مستحوذ على الكوره او ماسك الكوره بشكل كويس الهجمات هتقل عليك يعني. طب تفسر بان في لعيبه مع الانديه او الانديه بتاعتها بتادي بشكل كويس جدا، بس تيجي مع المنتخب بنشوف العكس في الاداء، وعلى فكره ده مش يعني ده مش في مصر بس، احنا بنشوف برده ميسي مع الارجنتين غير ميسي مع برشلونه. يعني مش عارف بالظبط، هم يعني ممكن يقول لك بطوله مش مهمه قوي او التصفيات يعني هنصعد بيها تصفيات افريقيا فما بيقدوش بنفس الشكل، او ممكن يكون خايف يتعور عشان النادي بتاعه، او يعني هي بتبقى عقليات كل واحد وعقليته يعني، هو بيأدي هنا زي ما بيأدي هنا، او هو بيخاف على نفسه شويه، او هو قلقان يتصاب يرجع فرقته تاني يرجع ما يلعبش، فهي بتبقى بس لو هو فعلا لو في حد خايف على نفسه ان هو يتصاب متهيألي يعني ده مش صح قوي، انت المنتخب المفروض يكون رقم واحد، ولا يعني انا بسالك. لا هو انا يعني بالنسبه لي المنتخب اهم. بالظبط. يعني انا بتعب وبادي بشكل كويس وبوصل للتوب فورم في الفرقه بتاعتي عشان اروح المنتخب. يعني انا بعمل بكل اللي عليا في فرقتي عشان اوصل للمنتخب، فاكيد مش هوصل للمنتخب وادي بشكل مش كويس. طب هل شايف ان مفيش انسجام بين عناصر الفريق؟ لا الانسجام قليل شويه يعني، انا حاسس من احساسي ان هو قليل شويه. طب ده ممكن يتعالج ازاي مثلا؟ يعني هو تثبيت التشكيل شويه، حاول تثبت التشكيل، حاول تثبت العناصر يعني، زي ما انت قلت كده في الاول الحلقه، الماتش اللي فات كان بيلعب حمدي وطارق، بكره هيلعب السوليه والنني. طب يعني التغييرات كتير بتاثر على الفرق، يمكن مثلا عشان دي مباراه مش بحب كلمه تحصيل حاصل، ولكن يعني قصدي ضمن التاهل فخلاص بيدفع بعناصر جديده بيجرب مثلا. لا بالعكس يعني هيجرب النني، يعني انا جايب واحد من ارسنال اجربه،
صعبه شويه، بس هو بالعكس انت بكره الماتش عندك في ملعبك، فرقه جزر القمر يعني مش وحشه ومش كويسه، فالمفروض انت بتأدي باداء كويس او تحاول تعمل الاداء اللي الناس طالباه منك او تحاول ترضي الناس اللي هي منتقدك في الماتش اللي فات. المفروض ان انا بلعب بالفرقه كلها كامله او بالفرقه كامله عشان خاطر اعمل اداء كويس واعمل نتيجه كويس، اعرف احسن الشكل اللي حصل في ماتش كيني. فما اعرفش، التغييرات كتير في الملعب بتاثر على اللعيب. طيب عايز اعرف رايك في اداء اللعيبه المحترفين في اللي شاركوا في المباراه اللي فاتت. ما حدش يعني انا من وجهه نظري ما حدش ادى بالشكل المطلوب منه او اللي الناس مستنياه منه. انا عندي محمد صلاح من احسن 4-5 لعيبه في العالم، مصطفى محمد ما شاء الله ماشي بشكل كويس، تريزيجيه لا يعني ما انا من وجهه نظري انا ما حدش ادى بالشكل المطلوب منه او اللي الناس مستنياه يعني. الاداء ما كانش كويس جدا يعني صلاح ما كانش في فورمته، وتريزيجيه ومصطفى محمد ومعظم اللعيبه عامه ما كانش في الفورمه بتاعتها، يعني معظم اللعيبه ما كانش في الاداء المطلوب. طب ايه مطلوب منهم يا كابتن لمباراه بكره؟ يعني ايه مطلوب منهم ومن كابتن حسام البدري يشتغل عليه؟ ايه اللي مطلوب يشتغل عليه علشان مباراه بكره دي يعني على الاقل نطمن الجماهير شويه انه لا احنا في يعني خلي بالك، اصل الناس بتقول احنا في التصفيات قدام كينيا، ويمكن كنت بقول كينيا مصنف 104 عالميا وانت يعني بالاداء ده، فناس بتفكر بعد كده بتلعب بقى السنغال، بتلعب المغرب، بتلعب تونس، يعني كلها. ودايما بقول انه مع احترامي المنتخبات دي، منتخب مصر المفروض يعني تاريخه اقوى من دي كلها بكتير جدا بالزبط. فايه المطلوب علشان الفتره اللي جايه؟ لا المفروض بقى يعني ادي انذار للناس، لبقيه الفرق الثانيه اللي هي عملت كده، عملت الشكل ده، يعني الجزائر وتونس والفرق دي عملت الشكل ده، بتدي انذار لبقيه المنتخبات الثانيه في بطوله افريقيا وفي تصفيات كاس العالم. المفروض ان انا انزل الناس شويه من ماتش بكره، انا ماتش بكره مهم بالنسبه لي جدا، اداء ونتيجه، لازم اعمل اداء ونتيجه كويسين يرضوني ويرضوا المنتخب ويرضوا اللعيبه ويرضوا الناس، وتدي انذار في بطوله افريقيا. انت كده خلاص صعد، فانت اسمك وتاريخك في مصر اقوى من زي ما انت قلتي من فرق كتير، فلازم ادي انذار للناس اللي هي للفرق اللي جايه بطوله افريقيا كلها. لازم ادي كويس، لازم اعمل حتى على الاقل اكسب سكور كويس يرضي الناس شويه. الناس شايفه انه روح المنتخب المصري اللي متعودين عليها من زمان بقى لها فتره غايبه، الروح الشخصيه والهيبه بتاعت منتخب مصر. بالظبط. بصي هو عامه لما بيبقى في ما بين انسجام ما بين الجهاز واللعيبه او الجهاز قريب من اللعيبه شويه، بتلاقي الروح دي موجوده. انا غالبا اعتقد ان الفجوه موجوده شويه ما بين الجهاز واللعيبه، في حته كده الجهاز مش قادر يوصل للعيبه فيها، يعني اللي هي مش قادر يقرب من اللعيبه. طول ما اللعيبه والجهاز قريبين من بعض زي ما شفنا في جيل كابتن حسن شحاته، تحس ان الجهاز واللعيبه قريبين قوي من بعض، فالروح بتبقى موجوده او الاداء بيبقى شكله كويس. انا اعتقد ان الفتره الحاليه دي في شويه فجوات كده موجوده ما بين اللعيبه والجهاز، فهي اللي مخليه الروح مش المطلوب، يعني مش الروح المطلوبه اللي الناس مستنياها. هل عايزه اكلمك برضه على نقطه السوشيال ميديا، هل مثلا ممكن يكون في انشغال زائد من اللعيبه بالسوشيال ميديا ده بيأثر عليهم في المعسكرات، في التدريبات، والاراء بقى والانتقادات، كل واحد بيشوف ايه اللي بيتقال عليه، ده بيأثر على اللاعب؟ كل واحد شخصيته. انا كشخصيتي انا لو انا بشوف حاجه على السوشيال ميديا تأثر عليا ما اشوفهاش. في لعيبه بتشوف الانتقادات وبتشوف الكلام ده كله، ده ما بيشغلهاش، اهم حاجه مركز في ملعبي. لكن في لعيبه فعلا بتبقى بتتاثر بالسوشيال ميديا، يعني لما بيجي واحد ينتقده في السوشيال ميديا ولا ينزل عليه خبر مش كويس بيتاثر. لكن انا اعتقد ان اللعيبه واصله للاحترافيه او العقليه اللي هي الحاجات دي المفروض ما تاثرش فيها. المفروض، لكن ما اعرفش هم بالحاجات دي بتاثر فيهم ولا لا، ما مش عارف. بس ايه اللي خلاك شايف انه ما فيش انسجام بين الجهاز الفني وبين اللاعبين؟ انا حاسس ان الامور بعيده شويه. قصه الشاره، مين هياخدها؟ محمد صلاح، مش محمد صلاح، كلام كتير. مشكله اني ما رضيش يسخن، الكلام ده كله ما كانش بيحصل، عمرنا ما شفناه في منتخب مصر. لا في حاجات كتير وفي اخبار بتطلع وفي كلام بيطلع وفي لا يعني حاسس ان في فجوه شويه ما بين الجهاز واللعيبه. طيب مين اللي مسؤول على حته الانسجام دي؟ مين المسؤول على ان يكون في بين اللعيبه وبين الجهاز الفني انسجام؟ هل هو الجهاز الفني ولا مثلا المفروض يكون في طبيب نفسي هو اللي بيقرب وجهات النظر، يعني بتمشي ازاي؟ لا هي المسؤول الاول والاخير كابتن حسام البدري. انا هو راجل مدير فني للمنتخب، هو المسؤول الاول عن كل الحاجات دي كلها. هو المفروض اللي بيعالج الحاجات دي كلها، هو المفروض اللي بيقرب المسافات كلها، هو اللي بينزل للعيبه شويه او بينزل لقرب لفكر اللعيبه شويه او يشوف هما اللعيبه عايزه ايه وبيحاول يلم الامور دي كلها. هو المدير الفني هو المسؤول،
مش هجيب دكتور مثلا نفسي من بره او حد من بره هو اللي يقرب الوجهات، لا هو المفروض المدير الفني او الجهاز اللي معاه هو اللي بيقرب المسافات دي. هو المسؤول الاول والاخير كابتن حسام البدري عن الموضوع. وبرده وجود شخصيه قائد في المنتخب زي مثلا كابتن محمد صلاح بيبقى عليه برده دور وعامل. اه بالظبط، يعني محمد صلاح والشناوي والنني، في كذا حد موجود كبير عنده حته ان هو يعرف يبقى قائد في الملعب، هي دي برضو بتقرب يعني اللعيبة دي مع الجهاز بيعرفوا يقربوا بالمسافات شوية مع بعضهم. ايه تقييم حضرتك للتغييرات اللي اجراها كابتن حسام البدري في المباراة، وهل هي كانت السبب في دخول هدف في مرمانا؟ لا مش السبب في دخول هدف في مرمانا ولا حاجة، بس هي يعني مش التغييرات ما كانتش موفقة. انا بالنسبة لي وجهة نظري انا ما كانتش موفقة بنسبة 100%. يعني اتنين من نص الملعب غيرهم، وعمر جابر اصلا بيلعب باك رايت تلعبه في نص الملعب، لا مش ما كانتش موفقه بنسبه 100%. طيب شايف بقى ازاي لو اتكلمنا فنيا ازاي كابتن حسام البدري هيتعامل مع مباراه بكره؟ يعني التشكيل من وجهه نظرك افضل تشكيل ممكن يخوض بيه مباراه بكره؟ افضل تشكيل من وجهه نظرك يعني؟ يعني الشناوي، هاني، حجازي، ممكن الونش زي ما الونش كان كويس جدا الماتش اللي فات، ممكن نقول مثلا ايمن اشرف باك ليفت او عبد الله جمعه، اي حد فيهم يعني الاثنين بيأدوا بشكل كويس، هو طارق والنني تمام، وصلاح وقفشه وتريزيجيه ومصطفى محمد. في اصلا اسماء بره اللي خدهم كابتن حسام البدري في القايمه او في المعسكر كنت شايف ان هي المفروض تنضم لمنتخب مصر؟ لا يعني ما اعتقدش، بس هو في حته حراسه المرمى مثلا كانت المفروض ابو جبل وعمونصف مأدي بشكل كويس، غير كده ما اعتقدش يعني. طب كان في ناس كتير بتتكلم ان اصلا اختيار كابتن حسام البدري للعيبه من البدايه ما كانش موفق، انت ايه تعليقك؟ لا ما اعتقدش، هو يعني هو اضرب بالمرحله ديت، وهو اضرب اللعيبه اللي تقدر تستحمل المرحله دي. لكن الناس اللي شايفاه هو شايف حاجه زي ما انا قلت في الاول، هو بيبقى شايف حاجه او عايز حاجه يوصل لها، والناس شايفه حاجه ثانيه. هو اضرب وهو المسؤول وهو اللي هيتسال في الاخر. هو بالظبط هو المسؤول الاول والاخير عن اداء وعن نتيجه. بالظبط، وهو اللي هيتسال في الاخر. يعني لو لا قدر الله ما صعدناش مثلا كاس عالم او امم افريقيا، مين اللي هيتسال؟ الناس ولا كابتن حسام؟ هو كابتن حسام هو المسؤول الاول والاخير عن المنتخب، فهو اللي اضرب بالمرحله ديت مين اللعيبه تبقى موجوده ومين اللعيبه ما تبقاش موجوده، والمرحله اللي جايه مين هيبقى موجود ومين مش موجود، هو المسؤول الاول والاخير عن الموضوع كله كابتن حسام بدري. شايف مين المنافسين لمنتخب مصر في كاس الامم الافريقيه بشكل عام؟ مين منتخبات تقلق منها؟ الجزائر مادية بشكل كويس جدا، والنسخه اللي فاتت الجزائر يعني خدت اللقب، والجزائر واعتقد اللي هي هتنافس على اللقب المره دي كمان. يعني عندهم لعيبه كويسه جدا وعندهم روح كويسه جدا وبيأدوا بشكل كويس جدا، فيعني فرقه كويسه جدا. كوت ديفوار عامله برده ماتشات كويسه جدا، تونس ممكن شكلها مش وحش يعني بس شكلها كويس، ففي كذا فرقه هتبقى موجوده يعني. طيب يمكن اتفقنا انه الاداء من اللعيبه في المباراه اللي فاتت ما كانش افضل حاجه او مش كل حد طلع افضل ما عنده بالزبط. بس مين لعيبه شفتها كانت مأديه كويس في الملعب بشكل كبير مستواها ثابت؟ الشناوي طبعا يعني مستواه ثابت ما شاء الله، ربنا يزيده يكمل على كده زي ما هو. الونش كان مأدي بشكل كويس جدا، يعني محمد هاني الى حد ما مش هو مش محمد هاني اللي احنا نعرفه، بس ما كانش وحش بالشكل الكبير. طارق حامد برده كان ماسك نفسه شويه، من يعني من الناس الكويسه اللي موجوده، بس ما اعتقدش ان كان في حد تاني ادى بالشكل المطلوب او اللي الناس مستنياه يعني. طيب مين يعني ممكن نقول في بعض الناس شايفه انه مثلا علشان في تلاحم مباريات الفتره اللي فاتت للعيبه مع الانديه بتاعتها، وكان في المواسم داخله في بعض بسبب كورونا وضغط مباريات، ممكن يكون ده اثر شويه على مستوى اللعيبه؟ ممكن يبقى في شويه اجهاد للعيبه، يعني ده طبيعي جدا ان انا لعيب بلعب كل ثلاث ايام ماتش، فده طبيعي ان انا لعيب ابقى مجهد مع سفر مع رجوع من السفر، فده طبيعي ان هو اللعيبه تبقى مجهده. يعني حتى اعتقد لعيبه الاهلي تبقى مجهده بشكل اكبر شويه، لان هو لسه لاعب ماتش من 3 ايام وبكره ماتش ويوم الاربعاء هيسافر ويلعب ماتش يوم السبت، فهتبقى الدنيا اللعيبه مجهده شويه. ده طبيعي ان هو لما لعيب يبقى مجهد الاداء بيبقى مش احسن حاجه او مش المطلوب يعني. طب كابتن عبد الله، كنا يمكن سالنا الناس توقعاتهم لنتيجه مباراه جزر القمر، فعايزه قبل ما اقرا شويه من التعليقات اسال حضرتك يعني متوقع ايه؟ مش بتتمنى، متوقع ايه؟ والله متوقع، يعني متوقع من كابتن حسام او بمعرفتي بكابتن حسام ان هو
الماتش ده هيبقى بالنسبه له حاسم شويه او هياخد قرارات حاسمه شويه في الماتش ده. يعني الاداء اعتقد ان هو هيبقى احسن شويه من ماتش كينيا، النتيجه ان شاء الله تبقى احسن باذن الله. فيعني اعتقد ان هو هيبقى ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب. واكيد كابتن حسام يعني نفسه يرضي الجمهور بشكل بالزبط. كبير قوي المباراه دي ماشي تقريبا بقى النتيجه تقريبا. يعني ممكن 2-0 2-0 مين يجيب الاهداف طيب؟ لا مين يجيب الاهداف ما اعرفش بننجم يعني ممكن محمد صلاح ومصطفى محمد مصطفى محمد ممكن صلاح ما يلعبش اصلا بس لو لعب لو لعب ممكن يجيب جول لو ما لعبش يبقى مع مصطفى ماشي. محمد يعني. خلينا بقى نشوف شويه من تعليقات طيب. الناس قالوا ايه التوقع للنتيجه. حسام احمد حسام قال 3-1 لمصر ان شاء الله. عمر مصطفى 3-0 لمصر ان شاء الله. محمود مصطفى السيد بيقول 2-0 لمنتخب مصر زيك يا كابتن ان شاء الله. محمد فراج بيقول مصر هتكسب بس اتمنى الاداء يكون كويس واتمنى من كابتن حسام البدري يدي فرصه للي ما لعبوش اخر مباراه ونشوف ونقيم باقي المنتخب. محمود زكي بيقول فوز مصر 2-1 والزعيم بيقول 3-1 لمصر. كمان في محمد احمد بيقول 2-0 لمنتخب مصر. قفشه ومحمد صلاح احمد جمعه بيقول 3-0 لمصر ان شاء الله واتوقع ان صلاح هيسجل. محمد رمضان بيقول 2-0 لمنتخب مصر. كريم السيد بيقول 3-0 لمنتخب مصر. محمد فوزي 3-0 لمصر. قفشه وشريف والسوليه صلاح محمد 3-0 لمصر. وسامي رشاد 2-0 لمصر. كله بيقول صفر يعني يا 2-0 يا 3-0. ما ان شاء الله مش هيخش فينا جون. مش هيخش فينا جون دي اهم حاجه. كان يمكن كنت بقول اللعيبه بتاعت منتخب جزر القمر يا كابتن كانوا بيتكلموا على ان هم مبسوطين جدا ان هم هيلعبوا المنتخب اللي فيه محمد صلاح وان ده ان هم متابعينه طبعا في ليفربول ومبسوطين بيه جدا وان ده بيديهم حافز ان هم يفوزوا على منتخب مصر. وكمان اتكلموا مش بس على صلاح يمكن المدير الفني اتكلم على انه تريزيجيه وقفشه من اقوى اللعيبه في منتخب مصر. هو يعني زي ما قلت لك احنا يعني اسم مصر كبير وتاريخ مصر كبير فالناس كلها بتتمنى تلعب منتخب مصر تلاعب منتخب مصر مع وجود محمد صلاح في المنتخب فالناس كلها عايزه تعمل حاجه كويسه قدام منتخب مصر هتضيف ليهم يعني هتضيف لتاريخهم ان انت لعبت مصر مثلا في مصر وتعادلت معاهم خسرت 2-0 خسرت 1-0 بتضاف ليهم وجود محمد صلاح كمان بيضيف للفرق الثانيه اللي بتلعب قدامه زي برضو كان لعيب في كينيا قال لك انا كنت اتمنى العب قدام محمد صلاح وخلاص والفرصه جت ان انا العب قدام محمد صلاح وعمل نتيجه كويسه قدام محمد صلاح قدام منتخب مصر فدي هتضيف ليهم هم. طب هل حضرتك مع ان احنا نريح بعض العناصر الدوليه في مباراه بكره؟ مش لا. مع ده علشان يبقى في انسجام ويبقى شكل معروف للمنتخب ده رايك؟ كويس للمنتخب ادي بشكل كويس وادي واعمل نتيجه كويسه للمنتخب حتى ترضي الناس اللي هي زعلانه او الناس اللي انتقدتها طيب يعني نقفل شويه ملف المنتخب واكيد قبل ما نقفله ان احنا بنتمنى كل التوفيق للمنتخب المصري وبندعمه وبندعم كابتن حسام البدري ان هو اكيد هو كمان قلبه على المنتخب وبيشوف افضل طريقه او افضل تشكيل ان هو يقود بيه المنتخب لمباراه بكره وكمان مباريات كاس الامم الافريقيه. خلينا بقى نروح للاهلي شويه نتكلم على استعدادات النادي الاهلي لمباراه المريخ السوداني ولكن خليني قبل ما نقول ده اقول لحضرتك انه المشاهدين برضو انه في صحيفه بريطانيه 442 انا مش متاكده بريطانيه او ايطاليه ولكن هي اختارت النادي الاهلي او شعار النادي الاهلي بريطانيه بياكدوا لي انها بريطانيه اختارت شعار النادي الاهلي ان هو من افضل الشعارات في العالم جه في المركز الخامس طبعا نادي القرن ده شرف كبير قوي الحقيقه انه احنا عارفين ان هو من افضل الشعارات في العالم اكيد ولكن دايما بنفتخر لما بنشوف حاجه زي دي يعني الشعار جه في المركز الخامس بعد برده انديه كبيره قوي نادي اسكتلندي ونادي الماني وايطالي يعني الحقيقه انه احنا نكون في المركز الخامس ومكتوب كده بالتفصيل انه في ايه اجمل من ان انت تكون شعارك نادي القرن النادي الاهلي يستحق يكون في المكان ده فالحقيقه حاجه مشرفه جدا تعليقك يا كابتن. لا انا بالنسبه لي شعار النادي الاهلي رقم واحد في العالم. ايوه انا كنت مستنيه الاجابه دي. لا يعني بس ده طبيعي يعني انا بالنسبه لي النادي الاهلي شعار النادي الاهلي ده رقم واحد في العالم مش الخامس على العالم رقم واحد في العالم. النادي الاهلي يعني ده بيتي اللي انا اتربيت فيه ويعني انا بالنسبه لي شايف النادي الاهلي ده حاجه عظيمه طبعا احسن حاجه في العالم بالنسبه لي. فده لا يعني خامس على العالم دي قليل على النادي الاهلي خالص انا بالنسبه لي رقم واحد في العالم
فلا يعني حاجه النادي الاهلي ده العشق يعني طبعا. بس طيب قبل ما نروح بقى لمباراه المريخ خلينا اسال حضرتك على رايك الفتره اللي فاتت، يعني شايف ازاي بقى موسيماني يتعامل مع الفريق الفتره اللي فاتت والاستعدادات لافريقيا وانه في ضغط مباريات كتير، ولكن الفريق يعني كان موجود في كل المباريات الحاسمه. لا يعني هو الاستعدادات اللي فاتت اعتقد ان اللعيبه قدرت تريح شويه بقى من ضغط الماتشات اللي فات، خدوا اجازه كويسه، بداوا يستعدوا كويس لمباراه المريخ، مباراه مهمه جدا طبعا محتاجين ان نكسب فيها. فلا يعني ان شاء الله استعداد كويس، انا شايف ان هو استعداد كويس جدا وربنا يكرم ان شاء الله ونكسب الماتش باذن الله ان شاء الله. طيب شايف بقى ازاي مباراه المريخ يعني قد ايه هي مهمه الفتره اللي جايه؟ بالنسبه للنادي الاهلي مهمه جدا ان احنا نكسب المريخ عشان ماتش سيمبا عندنا نكسبه ونتصدر المجموعه يعني. بيقولوا ان المريخ بيقول ان هو هيدخل جماهير، هيكون في جماهير فعلا، ده اللي هو اتقال انه 80% اعتقد، خلينا نتاكد، بس هو هيكون في يعني جماهير في المباراه على حسب ما اعلن نادي المريخ. شايف ان ده هياثر؟ يعني مش هياثر قوي، احنا يعني الحمد لله لعيبه النادي الاهلي عندها من الخبرات ان هي تعرف تتعامل مع المواقف ديت، بس هيدوا دفعه شويه لفرقه المريخ، بس ان شاء الله نقدر نتعامل مع الموقف ونقدر ربنا يكرمنا ونكسب باذن الله يعني. هل بعد الخبرات الكبيره دي كلها بالنسبه للجيل الحالي النادي الاهلي ان هو يحصل على الميداليه البرونزيه بكاس العالم للانديه واللاعب انديه زي بايرن ميونخ وبالميراس البرازيلي، موضوع الجماهير ده لسه ممكن ياثر على بعض اللعيبه وجود جماهير للخصم في الملعب؟ ما اعتقدش يعني، ما اعتقدش اللعيبه لعبت كاس العالم للانديه برضه في وسط جماهير كتيره موجوده، فما اعتقدش ان هو يقدر ياثر عليهم يعني. لا يعني اللعيبه وصلت للخبرات والشخصيات يعني كل واحد بقى عنده شخصيته ان هو يقدر يلعب في المواقف ديت وقدام الجماهير، فما اعتقدش ان هو ياثر عليهم يعني في حاجه. طيب هم الحقيقه في انه دلوقتي اللي بيتقال ان السلطات السودانيه منعت حضور اي جماهير في مباراه الاهلي والمريخ السوداني، مش هيبقى فيه جماهير. طب كويس يعني، هي حاجه كويسه برضو يعني، انا يعني في جماهير او ما فيش جماهير ما اعتقدش ان هو ياثر على لعيبه النادي الاهلي، بس ممكن يدي شويه دفعه لفرقه المريخ، لكن طالما ما فيش جماهير خلاص يبقى الامور اسهل يعني شويه واحسن ان شاء الله يعني. طيب عندنا بقى مباريات كتير قوي الشهر اللي جاي، 8 مباريات للنادي الاهلي على مختلف البطولات وضغط مباريات كبير جدا، شايف انه الفتره دي المفروض خلاص بقى يبقى في الدفع بعناصر جديده لانه موسيماني هيحتاج كل لاعب من لعيبه النادي الاهلي؟ لازم يعني اعتقد ان هو مباراه اللي هي الحاسمه زي مثلا مريخ وسيمبا يعني اعتقد ان هو هيثبت التشكيل فيها، لكن مباراه الدوري اللي هي اقل شويه لا ممكن يبقى في عناصر جديده داخله في الفرقه ولازم يبقى موجود كده يعني عشان خاطر الاجهاد وعشان خاطر كل شويه كل 3 ايام ماتش ولا كل 4 ايام ماتش، فهيبقى اجهاد كبير قوي على اللعيبه، فلازم يبقى في عناصر جديده موجوده يعني. بشكل عام شايف ازاي المنافسه في الدوري المصري الموسم ده، هل هي صعبه سهله يعني زي الموسم اللي فات ولا لا؟ لا انا بالنسبه لي شيء يعني الموسم دوت كنت متوقع حاجات مش لاقيها دلوقتي يعني، لا المنافسه اسهل شويه، بس طبعا ده مش معناه ان لعيبه الاهلي مثلا ما تاخدش كل ماتش بجديه، لا هو يعني انا بالنسبه لي المنافسه اسهل شويه، بس لازم لعيبه الاهلي تاخد كل ماتش بجديه عشان تقدر تحسم الدوري من بدري يعني. طب ايه كنت متوقعه ومش لاقيه؟ كنت متوقع فرق كتيره تبقى احسن من كده، زي بيراميدز مثلا جايب لعيبه كتيره ولعيبه كبيره، فرق تانية دجله مثلا مش مكانه، المقاولين اللي كان مادي بشكل كويس السنه اللي فاتت مش في مكانه السنه دي، ففي كذا فرقه كنت متوقع لها احسن من كده، لكن السنه دي ما ادتش بالشكل المطلوب يعني او بالشكل اللي الناس مستنياه. مين اكتر اللعيبه اللي شايفها في الفتره اللي فاتت في النادي الاهلي كانت ثابته قوي على مستواها ومؤديه بشكل كبير؟ معظم اللعيبه يعني معظم اللعيبه الشناوي لبدر بنون طبعا، ده يعني فرق كتير جدا في خط الدار بتاع النادي الاهلي، محمد هاني كان مادي بشكل كويس، نص الملعب سواء ديانج او السوليه او حمدي الثلاثه مادين بشكل كويس جدا، قفشه كان مادي برده بشكل كويس ومستواه ثابت يعني، في كذا لعيبه هو مش لعيب واحد او اثنين لا هم اللعيبه كلها ما شاء الله مأديه بشكل كويس يعني. ايمن اشرف رجع انتظم في التدريبات من النهارده الحمد لله، كان عنده رشح في الركبه، واحنا بنتكلم على الناحيه النفسيه وانه لازم يكون في ترابط بين الجهاز الفني والمنتخب او لعيبه المنتخب، خليني اسالك شفت ازاي تعامل موسيماني بقى مع لعيبه النادي الاهلي نفسيا سواء اللعيبه المصابه او غير المصابه الفتره اللي فاتت؟ لا هو يعني بقول لك هو المدرب هو المسؤول، هو المسؤول وهو اللي بيعرف يلم اللعيبه بتاعته. موسيماني بيتعامل مع اللعيبه بشكل كويس جدا، بيخلي اللعيبه تحبه او في ترابط ما بين الجهاز واللعيبه، فلما بتيجي بننزل الملعب بتلاقي اللعيبه بتادي بشكل كويس او يعني بتعمل اللي عليها او بتعمل المطلوب منها من موسيماني.
الفجوه اللي كانت موجوده اللي انا بتكلم فيها ان هي موجوده في المنتخب مش موجوده في النادي الاهلي. فده اللي مخلي شكل النادي الاهلي او اداء النادي الاهلي بالشكل دوت. بكل بطوله بتلاقي اللعيبه في روح وفي حماس وفي قلب، في اداء كويس، المطلوب بيتنفذ. فلا دي حاجه مهمه جدا، حاجه كويسه جدا. هل الفجوه دي كانت موجوده وقت فايلر ولا لا برده كان في ترابط؟ لا ما اعتقدش ان هي كانت موجوده يعني. برده كان النادي مادي بشكل كويس، ما كانش في ايام فايلر ما كانش فيه خساره الا ماتش او ماتشين، فلا كانت يعني برده ماشيه بشكل كويس يعني. طب هل بحكم ان مستر موسيماني جنوب افريقي وعارف اجواء افريقيا والادغال وكل حاجه، بيعرف يتعامل بشكل كويس مع المباريات اللي زي دي، مباريات افريقيا؟ طبعا يعني في بطولة افريقيا اللي فاتت لقيناه بيتعامل بشكل كويس، او بيعرف بيدي كل مباراه حجمها او اللعيبه اللي المفروض تادي في المباراه. فلا يعني بيعرف يتعامل مع بطوله افريقيا بشكل كويس، او مع المباريات افريقيا بشكل كويس، او الفرق الافريقيه سواء بره ملعبها او جوه ملعبها. بالرغم ان هو جه يمكن في وقت دايما بنقول انه يعني كان فاضل وقت قليل قوي على مباراه الوداد، وكان وقت حاسم وفايلر مشي، وانت محتاج انك تاخد البطوله دي. بس النادي الاهلي معروف ولاعيبه النادي الاهلي معروفه لافريقيا كلها وللعالم كله يعني. ولكن كان تحدي برضو بالنسبه له كمدرب. بس هو كمدرب كويس جدا، واداؤه باين في الملعب ان هو عنده اداء وعنده تكتيك وعنده شكل كويس في الملعب، ومع لعيبه الاهلي برضو معروفين والنادي الاهلي معروف، فلا ده مسهل الامور شويه. مين اكتر اللعيبه اللي شايف ان موسيماني عارف يطلع منها افضل ما عندها؟ انه موسيماني اللاعب ده قبل موسيماني كان حاجه، وبدا يظهر بشكل مختلف وبيتطور بشكل كبير بعد ما مستر موسيماني مسك النادي. ايمن اشرف يعني مادي بشكل، سواء بيلعب مساك او بيلعب باك ليفت، اداؤه مختلف تماما. ياسر ابراهيم مادي بشكل كويس جدا. قفشه طلع كل حاجه عنده وعنده تاني وهيطلع تاني. حمدي فتحي تطور بشكل كبير جدا وبشكل كويس جدا. ففي كذا لعيب لا يعني هو قدر يطلع من اللعيبه اللي هم اللي جواهم يعني، او اللي هو عايزه منهم. طب بتشوف ازاي كابتن انه بالرغم من ان النادي الاهلي ماشي بشكل كويس قوي سواء الموسم اللي فات او الموسم ده، وبيحقق نتائج كبيره، ويعني حتى لما خسر يعني موسيماني اول مباراه خسرها يمكن كانت مباراه بايرن ميونخ بعد فتره طويله، ولكن برضو بتلاقي انتقادات كتيره قوي على النادي الاهلي، على موسيماني، على اداء النادي الاهلي ونتائج، بتشوف ده ازاي؟ ما هي الناس بتبقى عايزه اداء النادي الاهلي على طول عالي. لا انا مش بتكلم بس من جانب جماهير النادي الاهلي، مفهوم ان جماهير النادي الاهلي بتبقى قلبها على الفريق. لا من بره بقى، ما من بره ده ما عايز يوقع النادي الاهلي. يعني اي حد بره النادي او بره جماهير النادي بيبقى عايز يوقع النادي الاهلي. فلازم انتقد، لازم هقول الاداء مش وحش، الاداء وحش، الاداء مش عارف ايه. فالطبيعي ان هو عايز يوقع النادي الاهلي، عايز يوقع المنافس بتاعه، او عايز يخلي النادي الاهلي في مكانه مش مكانته. فده الطبيعي ان الناس اللي بره النادي او جماهير النادي دي عايز تنتقد وخلاص، عايزه تقول اي كلام عشان توقع النادي الاهلي. وما اعتقدش النادي الاهلي بيتاثر بالكلام ده خالص يعني. اكيد وقت لعبك للنادي الاهلي كنت بتتاثر بانتقادات او غيره ولا ما؟ لا يعني كان وقت لعب النادي الاهلي كانت السوشيال ميديا اقل شويه ده من أحسن دلوقتي كابتن؟ بكتير يعني ولا ممكن تكون السوشيال ميديا بتنجم برضو، فهي في نفس الوقت يعني زي ما هي ليها النيجاتيف او السلبيات بتاعتها ليها ايجابيات. بالظبط، هي ليها ايجابيات وليها سلبيات، هي يا تنجمك يا اما تنزلك. فيعني انا لو في السوشيال ميديا مثلا لو الدنيا معايا كويسه وبتاع والناس بدات تتكلم كويس فخلاص انا كده اتنجمت. لكن لو خلاص الناس بدات تنتقد وبتاع فخلاص هتوقعك. لكن هي ليها ايجابيات وليها سلبيات. لكن احنا ايام انا كنت بلعب كانت السوشيال ميديا اقل شويه من الفتره دي يعني. اقل كتير كمان، فما كانتش الحاجات دي بتفرق معانا في حاجه يعني. شايف ان في لعيب بشكل عام، مش بتكلم على لعب في النادي الاهلي، السوشيال ميديا يعني خسفت بحقه الارض او وقعته او نزلته او ظلمته؟ مش ظلمته يعني، هي في لعيبه بتتاثر بالسوشيال ميديا. يعني انا المفروض ان انا السوشيال ميديا دي حاجه بالنسبه لي يعني حاجه عابره كده بالنسبه لي، ما اتاثرش بيها يعني. اللي اتكلم يتكلم او اللي ما بيتكلمش ما بيتكلمش، فارق معايا حاجه، المهم ان انا في ملعبي كويس وفي ادائي كويس وفي ماتشاتي كويس، الباقي ده خلاص انا برميه ورا ظهري يعني، ما بيأثرش معايا في حاجه. لكن خسفت بيه الارض دي ما يعني، ما هو بقى المشكله عنده مش المشكله في السوشيال ميديا يعني. اللي انا تركيزي زياده عن اللزوم في السوشيال ميديا هيأثر عليا فخلاص بيبقى مركز. قصدي اتعرض لحملات كتير يعني صعبه؟ في كتير يعني، انا مش متذكر اسامي دلوقتي بس في ما اعتقد ان في كتير. طب في العكس يعني. حد ما خد نجوميه بزياده؟ لا ما يعني مش هقول. بالظبط يعني، انا عارفين يعني السؤال ده. بس في طبعا. طبعا في، بس مين؟ لا ما اعتقدش ان انا ممكن اقول. بس في مش هنقول. لا طيب
ايه اكتر الذكريات اللي فاكرها ليك مع النادي الاهلي؟ افضل اللحظات اللي عشتها مع النادي الاهلي؟ لحظات كتيره جدا يعني. انا قولها لي بقى. انا مجرد وجودي في النادي الاهلي دي لحظات سعيده بالنسبه لي. يعني حتى ان انت تلعب مع جيل العظماء زي ما بنقول، فده حاجه بالنسبه لي اسعد اللحظات. يعني ان انت موجود في اوضه واحده مع ابو تريكه وبركات ومتعب وفلافيو وسيد معوض وجلبرتو واحمد فتحي واحمد حسن. لا يعني مش عايز انسى حد، كابتن وائل جمعه طبعا، ولا اسامي كبيره. دي بالنسبه لي لحظات سعيده ومش هنساها في حياتي خالص. يعني مين كان اكتر لاعب قريب ليك؟ لا احنا يعني كلنا قريبين بعض، بس انا عشان يعني كان السن لسه قريب شويه من بعض، كنت انا وعاشور واينو مثلا واحمد عادل وشبيطه والشناوي وبتاع، وكان كابتن احمد حسن بينزل يقعد معانا شويه كده. بينزل هو اللي متبنينا في الفرقه يعني العميد. بالظبط، فعشان احنا بس كان سننا قريب من بعض شويه فعلى طول كنا مع بعض يعني. لكن الفرقه كلها كانت قريبه من بعض على طول يعني. كان في فكره انه طبعا الجيل الاكبر بيساعد الجيل الصغير، لا على طول يعني بيتعامل معاه انه ازاي يتعامل مع الضغط وكده جدا يعني. يعني انا فاكر اول مره مثلا اطلع اتمرن مع فرقه اول كان عندي 18 سنه او 17 سنه. لا يعني ابو تريكه، كابتن ابو تريكه يجي لك، وبركات واحمد حسن والناس دي تيجي تتكلم معاك وما تقلقش وما تخافش لا ده يعني على طول الثقافه دي موجوده جوه النادي الاهلي يعني. بتشيل الضغط من عليك يعني، انت مجرد بس من حد من الناس دي بيجي يتكلم معاك بيشيل الضغط من عليك. انت اصلا طالع مضغوط ان انت هتلعب مع وسط النجوم دي كلها، لما حد يجي يتكلم معاك بيشيل الضغط من عليك تماما يعني. فدي على طول موجوده، الثقافه دي موجوده يعني. اللعيبه الكبيره بتروح للعيبه الصغيره بتتكلم معاها بتطلعها من الضغط اللي هي تبقى موجوده فيها. هل كان في فتره صعبه عليك مرت في مشوارك في كره القدم بشكل عام؟ فتره صعبه عليا هي خلاص بقى اخر فترات اللي انا قررت ان انا اعتزل فيها دي. دي كانت اصعب حاجه بالنسبه لي، ان انت تبعد عن حاجه انت بتحبها ديت، دي اصعب حاجه بالنسبه لي يعني. ازاي طلعت من ده؟ ازاي مين اكتر حد وقف جنبك او اكتر الناس اللي ساعدتك في ده؟ يعني كان اهلي بقى موجودين جنبي يعني، كان طبعا والدي ووالدتي، كانت مراتي ولادي، كان يعني كان الناس دي على طول، طول ما هي واقفه جنبي وفي ظهري لا يعني على طول بتطلع من الجو ده يعني. مع اللي هو انا خلاص اعتزلت وبطلت، فبدات ان انا اخش في التمرين ان انا ابدا ادرب، فيعني خلاص الامور عدت يعني الحمد لله كويس. الحمد لله. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن عبد الله فاروق. مرحبا بحضراتكم من جديد، ولسه معايا كابتن عبد الله فاروق نجم الاهلي السابق. منورني تاني يا كابتن. اتكلمنا في كل حاجه، المنتخب والاهلي. بالظبط. طيب كنا بنتكلم على مشوار حضرتك، وقلت لك اسالك سؤال خفيف كده بس، يعني عايز اعرف في قرار ندمت عليه خدته في حياتك، او قرار كمان لو رجع بيك الزمن تاخده زي ما هو قرار وقرار؟ قول لي. قرار ندمت عليه ان انا مش من النادي الاهلي. يعني القرار ان انا امشي من النادي الاهلي ده اللي انا اللي خدته يعني. انا القرار ان انا خدته لقيت الامور صعبه شويه، فانا خدت قرار ان انا امشي. ده القرار ان انا ندمت عليه وندمان عليه لحد دلوقتي عامه يعني. ان انا امشي من النادي الاهلي ده حاجه صعبه جدا يعني. بس قرار بقى لو رجع بيا الزمن هاخده هو نفس القرار. ان انا يعني في الاول والاخر برجع لبيتي اللي هو النادي الاهلي يعني. انا اول ما بطلت كوره فكرت ان انا ارجع اشتغل مدرب في النادي الاهلي يعني. فانا ده قراري ان انا النادي الاهلي رقم واحد عندي في اي حاجه عامه يعني. اللي هو لو طلبني في اي حاجه انا النادي الاهلي يعني. انت عارف النادي الاهلي ده بالنسبه لاي حد اتربى في النادي ده العيش يعني، او ده بيتي. اكيد انا عشت في النادي الاهلي اكتر ما عشت في بيت اهلي عامه يعني. فالنادي الاهلي لو طلبني في اي حاجه او في اي وقت انا ما اقدرش اقول لا في اي حاجه يعني. لما بتشوف بعد ما خدت القرار ده وخلاص وبتقول ندمان عليه لحد دلوقتي، لما بتشوف حد بياخد القرار ده تاني من الاجيال اللي بعد كده بتبقى عايز تقول له ايه؟ او لو حد بيستشيرني في القرار ده بقول له ارجع عنه تماما يعني. النادي الاهلي عامه يعني، انت موجود في النادي الاهلي ده انت في حته كبيره جدا او في مكان كبير جدا يعني. اللي هو انت قرر تمشي من النادي الاهلي ده بقى صعب يعني. تمشي من النادي الاهلي تبقى تحترف بره مصر عامه، لكن تمشي النادي الاهلي الفرقه جوه مصر ما اعتقدش ان في مصر فرقه زي النادي الاهلي او كيان زي النادي الاهلي او مكان زي النادي الاهلي يعني. فلو بيستشيرني لا اكيد هقول له ارجع عن القرار ده تماما يعني. بشكرك جدا كابتن عبد الله، نورتني النهارده. ربنا يخليك والله، انا مبسوط جدا انا كنت معاكي وحوار جميل جدا يعني. انا اتبسطت جدا بصراحه، وانا اتبسطت اكتر، واكيد ان شاء الله المشاهدين كمان يكونوا اتبسطوا. بشكر حضرتك وبشكر حضراتكم على المتابعه، شكرا جدا، ودايما في ظهر منتخبنا زي ما بقول. بكره مباراه مهمه لمنتخب مصر، نتمنى التوفيق، نتمنى اداء ونتيجه مشرفه تليق باسم منتخب مصر. بشكر حضراتكم، بكره حلقه جديده من برنامج السادسه.